حبة ايس كريم مع حبة تلج مع عسل نحل مع شريحة برتقان كده، كانت برتقانية مركونة عندك ملهاش لازمة وهتترمي ونشفت، مع سيرب نعناع بيتباع في اي سوبر ماركت او في اي مكان. طيب انا محتاجة اعمل ايه دلوقتي؟ محتاجة ان انا اطلع الايس كريم ده واحطه في الخلاط بالشكل ده كده، ان شاء الله حتى تكون الايس كريم انت اللي عاملاه ما عنديش اي مشكلة بالشكل ده. نزلنا الايس كريم كده، محتاجه لبن يا رضوى يا رغده، حطينا ده كده واروح عامله ايه؟ بصوا بقى، ادي عسل نحل، مش هحلي بسكر، لا انا هحلي بعسل نحل، ده ليك انت بس. الشكل ده كده، وهاخد من السيرب النعناع ده حاجة كده بسيطة، وخلوا بالكم ان هو مركز جدا، بس انا هاخد الباقي اعمل بيه الشكل اللي انا عايزاه. بصوا بقى بالمنظر ده كده، عايزة حليب، عايزة حليب، عايزة حليب. النهاردة حاطة ايس كريم وحاطة تلج وحاطة السيرب وحاطة عسل نحل، وهحط كمان شوية لبن وشوية حليب، وهبدأ ان انا اقفل ده كله كده. شايفين؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ ادي تقليبه بسيطه سوا هالفل، نعمل كده. شايفين التلج؟ شايفين القوام نفسه عامل ازاي؟ نعمل كده ونعمل كده. بسم الله. ايه رايكم؟ تاني تاني، نفتح كده ونشوف شغل الكافيهات لما ننقله في البيت بتكه زرار بيبقى شكله عامل. وهعمل لكم دلوقتي حته طريقه تقديم عظمه، استنوا بس عليا. بسم الله. تمام وزي الفل. طيب ده عسل لسه فاضل اهو حبه، وهعمل كده ونيجي للتقديم بتاعنا. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللي فضلوا من النحله. ماشي، هعمل كده. زر الورد اللي انا ما بستغناش عنه دلوقتي في التقديم حتى عندي في البيت، وادي عسل، وهعمل كده الطريقة دي أنا بحبها جدا في التقديم. كده كده دهنة عسل بسيطة، وننزل في زر الورد بالشكل ده كده. انت حر، اها ارجع قول لي انت بتجري كده، وانزل في زر الورد بالمنظر ده كده بالشكل ده. نجيب اتنين من هنا عند محمود واتنين من عند ايه؟ محمد ابراهيم، عشان ما حدش ايه يزعل مني. وارجع بعد كده يا حمدي اعمل كده، لا ثانيه واحده بس، نعمل كده. اهم من الشغل ايه؟ ضبط الشغل كده. هنحط حبه سيرب نعناع بالمنظر ده، وارجع بعد كده اجيب معلقه واجيب العصير بتاعنا. طبعا ده ايس كريم مضروب مع التلج في حاجه كده سموزي على الاخر. بصوا كده،
بسم الله. انت بتعمله ده يا حمد؟ كل ده هنمسحه متقلقوش، وهوريكم انا هعمل ايه دلوقتي. اي والله ينور عليك، لسه كنت هقول كده. حمدي بيقول لي ده دليل ان التلج مفروم فرمه حلوه، دليل ان التلج مفروم فرمه حلوه بالشكل. واخد وشين صح. ثانية واحدة، ثانية واحدة، خلينا متفقين ان اهم من الشغل ايه؟ ظبط الشغل. بص بقى يا حمدي، بص بقى، بصوا كده التفاصيل الأخيرة دي هي اللي بتظبط الدنيا. بسم الله. تمام كده بالشكل ده كده، واروح جايبه حبه من زر الورد كده. قولي تسلم ايديك يا نونا، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. تخيلي لما تعملي الشكل ده كده وتقدميه لاولادك، ولا تقدميه لجوزك، ولا حتى لو ضيوف جايين لك البيت وتقدمي الشكل ده كده. احنا مش عايزين حاجه تاني، احنا نقلنا الكافيهات في البيت.